يلا بينا نبدأ ميك اب النهارده مع بعض. اول حاجه خدها معاكو هو الكريم المرطب بتاعي من ايفا بالكولاجين. ده شكله هياخد منه حوالي كده بمبتين على الوش كله. استنيت البشرة تهدى شوية بعد المرطب وهبتدي دلوقتي ان انا احط الفاونديشن. هاخد الفاونديشن بتاعي النهاردة من نوت، هاخد درجة واحد هاخد منها بومبا، ودرجة اتنين كمان هاخد منها بومبا، عشان بس الدرجة دي متبقاش غامقة ودي كمان متبقاش فاتحة. هعمل ميكس بينهم عشان خاطر اطلع الدرجة بتاعتي. فيلا بينا ناخد بومبا من ده وبومبا من ده. عشان الفاونديشن بتاعي ما يبقاش تقيل قوي على البشره ويندمج بسرعه على البشره، هاخد بامبا من اي كريم مرطب بتاعي انا بستخدمه، وكمان هحط عليهم عشان خاطر الفاونديشن يمشي معايا اسرع على البشره، لان في فاونديشنز كتير بتنشف اول ما بنحطها على البشره، فبفضل ان انا احط معاها مرطب عشان خاطر يمشي على البشره اسرع. شايفين بومبتين بس عملوا قد ايه، ولسه كمان فاضل تاني في الفاونديشن. هروح ادمجه بره الكاميرا عشان خاطر الطرحه بتاعتنا ما تبص زي بقيه الطرح، وارجع لكم تاني. بعد ما فردت الفاونديشن دلوقتي هاخد درجه كونسيلر من فوريفر 52 شكل البلتين. تمام، ممكن اخد دي كده اعمل لها ميكس مع دي. دلوقتي بقى هاخد اي درجة ليكويد بلاشر او اي روج كريمي وهبتدي ان انا احطه على الخدود. ممكن ناخد الدرجة دي مع الدرجة دي، اعمل ميكس بين الدرجتين. دلوقتي هاخد اللوز باودر دي من اريسبن، هاخد منها بس بالفرشه كده اوزع على بقيه الوش. انا مش عايزاه يبقى ثابت قوي معايا، عايزه حاجه خفيفه، فهخليني اوزعه بالفرشه بدل ما اوزعه بالبيوتي بلندر. مش عايزاه يبقى ثابت، لو عايزاه يبقى ثابت اكتر هوزعه بالبيوتي بلندر، لكن لو عايزه حاجه خفيفه خالص همشي الفرشه بس على الوش. هاخد دلوقتي اي بلاشر موجود معايا، هاخد الثلاث درجات دول هعمل بينهم ميكس وهنضف الفرشه كويس عشان خاطر ما يطبعش على الوش. هبتدي بقى اشتغل على الحواجب. هاخد الواكس بتاع الحواجب ده، كنت جايباه من شي ان، مش عارفه اسمه، مش باين انا اللي طالعه فيه، هبقى اصوره لكم. ودي الفرشه بتاعتي.
انا حقيقي ساعات بكتفي بشكل، انا حقيقي في ايه، حقيقي ساعات بكتفي بشكل الحاجب كده، ما بحبش احط فيه حاجة، بس ساعات لو مفتحها يعني، بس ساعات لما بفتح حواجبي بحس ان لا، ان هي شكلها فاضي، فبضطر ان انا ممكن احط عليها اي جيل بقى او اي قلم حواجب، بس دلوقتي انا حاسه كويسه يعني. بس فزي ما انتوا شايفين كده، هو بيعرض الحاجب وبيخليه شكله كويس وشكل الحاجب كبير بدل اللي كان نايم مننا ده. المهم دلوقتي حدد شكل الحاجب بس من تحت بالقلم ده، من تحت بس عشان خاطر احسهم متساويين. متساويين ايه؟ متساويين دي المهم انا خلاص مش عايزه من الحاجب اكتر من كده يعني، شكرا قوي على كده. انا بس رفعته بالواكس ويدوبك بس عملت سويت الخط من تحت بالقلم ونضفته بالكونسيلر، شكرا. وممكن كمان ما نضفوش بالكونسيلر لو انا مكسله يعني، بس انا عملتها عشان انا معي. المهم دلوقتي هنبتدي نرسم العين، وهاخد البالت بتاعت نوتي من هدى بيوتي، وهياخد الدرجات دي، هياخد الاورنج شويه وبني. دلوقتي بقى هنركب الرموش مع بعض. هاخد الرموش بتاعتي، انا الرموش دي كنت مستخدمها قبل كده، فعلى المقاس بالظبط، مش مضطره ان انا اقصها من على اليمين وعلى الشمال. وهاخد الجلو بتاعي، هبتدي بس ان انا امشي على الحرف كده. مرايه، محتاجين مرايه. وبس كده تمت مهمة تركيب الرموش بنجاح، بس مش محتاجة اكتر من كده. وبنكمل الحتة اللي قدام دي، لان الرموش مش بتنزل لحد الجفن تحت، كملناها بايلاينر او كحل اسود، بس يفضل طبعا ايلاينر عشان الكحل ما يسيحش. وممكن نرفعها بقى دلوقتي بمسكرة عشان خاطر نشوف، عشان الرؤية تتضح، عشان خاطر الرؤية مش متضحة خالص، بس لما الرموش تنشف، لان نمشي ده لسه ما نشفش، فهنعمل ده. هاخد بقى الايلاينر بتاعي وابتدي ارسم ايلاينر بسيط خالص على الجفن من بره، فيلا بينا. وكده خلصنا فقرة الايلاينر، فيلا بينا نكمل، مش فاضلنا غير الروش، فيلا بينا نكمل مع بعض.
بس ده كان لوك سريع وبسيط وسهل كده ان نعمله في اي مناسبة. انا فقدت الشغف في نص الفيديو وكسلت ان انا اتكلم، بس يعني الحمد لله الشغف رجع لي تاني وكملت معاك الفيديو. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناة ولايك للفيديو، ولو محتاجين اي فيديوهات تانية اكتبوها لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.